أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيني وبينكم. اسمحوا لي أكون مع حضراتكم النهاردة لوحدي. هايدي في أجازة صغيرة كده، وإن شاء الله ترجع لنا بالسلامة وتنور مكانها بإذن يسوع الحلقة اللي جاية. خلوني أبتدي مع حضراتكم أسئلتنا أو سؤالنا، يعني سؤال الحلقة. أذكر الشاهد فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا بس مش محتاجة أكتر من الشاهد. هتكلمونا على رقم القناة 919-391-7000 أو رقم الفايبر اللي هيظهر تباعا أثناء الحلقة على الشاشة. الحلقة النهاردة فيها بصراحة مفاجآت كتير، وفيها حاجات كده تهمنا أن احنا نعرفها، وفيها بعض الحاجات اللي كان مشاهدي سيسات كانوا منتظرينها، وبإذن يسوع هتكون موجودة على شاشتنا. يعني خليني أبتدي مع حضراتكم الأول أعياد ميلادنا والمناسبات اللي بنشارك بيها أحبائنا مشاهدي سيسات، وبعدين هقول لحضراتكم إيه اللي عندنا. خليني أبتدي مع حضراتكم الأول. أول حد هنقول له كل سنة وانت طيب في عيد ميلاده الجميلة رانيا. كل سنة وانت طيبة حبيبتي، سنة سعيدة عليك يا رب، ربنا يديم ابتسامتك. من الشخصيات الرائعة بصراحة، يعني حد حلو قوي قوي يعني قلبا وقالبا. كل سنة وانت طيبة رانيا. عيد ميلاد ماكس بيتر. ماكس بصراحة احنا مدوخينه معانا خالص خالص. ماكس الجميل ده هو العامل الاب بتاع سي ساد. بشكرك جدا جدا ماكس على مجهودك ومحبتك، وليه مجهودات معانا كتير قوي بصراحة. ربنا يفرح قلبك حبيبي، وتكون سنة سعيدة عليك يا رب، كلها بركات وتعويضات. عيد ميلاد الأستاذ ماهر ميخائيل، تهنئة من القناة ومن أسرة البرنامج، وتهنئة خاصة من زوجته الجميلة مدام حنان. كل سنة وحضرتك طيب، وسنة سعيدة عليك يا رب. أستاذ جرجس سيدهم، كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ جرجس سنة سعيدة عليك يا رب، وتحقق كل اللي بتتمناه. في ناس افتقدناهم أو غابوا عن عالمنا في الفترة الأخيرة دي، أو تحديداً الأسبوع الأخراني. بداية روبرت ترامب، بنعزي الأسرة طبعاً، أخو رئيس ترامب، بنعزي أسرته وبنعزي رئيس ترامب في وفاة أخوه، هو أخوه الأصغر يعني. تعزينا كمان القلبية لأسرة الأستاذ محسن سوس في انتقال الأستاذ محسن. وبنعزي الأسرة كلها، الأستاذ نبيل وريموندا وماركو، الأسرة كلها كلها بنقول لهم ربنا يعزيكم ويسند قلوبكم يا رب. مع الأسف لسه 2020 بتاخد مننا لسه الحاجات الحلوة والحاجات اللي احنا بنحسسنا بالزمن الجميل. برضو شويكار، احنا مع الأسف خسرنا وجه جميل وابتسامة أجمل، وخسرنا حاجات حلوة كتير، مش بس في الشخصيات اللي احنا هنقول أساميها النهاردة، بس لو نلاحظ ان الفترة الأخيرة أخدت مننا حاجات بتفكرنا بالزمن الجميل اللي احنا مستصعبين انه يرجع تاني. رحلت عنا الفنانة شويكار، عزائنا للأسرة طبعا. رحل عنا كمان الفنان سناء شافع، من الشخصيات العظيمة في مجال المسرح، وهو أستاذ كمان في الجامعة. ورحل عن عالمنا برضو الفنان سمير الإسكندراني، صاحب الصوت الجميل وزي ما بيلقبوه بتعلب الصحراء المصرية ضد الصهاينة. يعني ربنا يرحم الكل. قبل ما هبتدي أخبارنا هقول لحضراتكم أولى مفاجآتنا لمفاجآت سيسات. برنامج كنتم مستنيينه بقالكم فترة، الأستاذ هاني حبيب، صوت برنامج صوت من لا صوت له، بإذن يسوع بإذن يسوع أولى حلقات هترجع من بكرة إن شاء الله. خليني أشوف معاكم البرومو الصغير ده، ولكل اللي كان بيسأل إمتى هيرجع أستاذ هاني، هيرجع بكرة إن شاء الله. نشوف البرومو الصغير ده، تفضل. نوجه عناية مشاهدينا الكرام بأن قناة سي سات سوف تعاود بث البرنامج الأسبوعي صوت من لا صوت له مع الأستاذ هاني حبيب، وذلك بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الساعة 12 ظهرا بتوقيت كاليفورنيا
والساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أتمنى أن الناس اللي كانت بتسأل عليه أنها تتابع بقى البرنامج زي ما كانت متعودة قبل توقفنا قبل فترة كورونا. في كمان حاجة مهمة قوي بكرر، أن القناة موجودة على التردد الجديد دلوقتي بتاع نايلسات. مفروض أن التردد ده أقوى وأحسن وواخد أو يعني بيشمل منطقة كبيرة قوي من أوروبا والشرق الأوسط. أنا بس حابة أوجه عناية حضراتكم إن اللي عنده مشكلة في استقباله أو الناس اللي بيشوفونا في أوروبا على الساتلايت مش على الأجهزة الاي بي تي في، يتأكدوا من الكلام ده ويأكدوا إن هم شايفينها كويس جدا والكواليتي كويسة جدا، لأن اللي بيخرج من عندنا الكواليتي كويسة جدا. نتمنى أنها توصل لكم كده. خليني أشوف مع حضراتكم الإعلان السريع ده عن التردد الجديد عن نايل سات. تفضلوا. بليز مشاهدي سي سات بلغونا لو في حد عنده مشكله في استقبال التردد الجديد، ونقول للبعض اتمنى ان الكل يوصل له في البيت شاشه سي سات. خليني في اجابات سريعه على الفيسبوك. الاستاذ تامر، مهندس تامر انطون، الحمد لله على السلامه. الاستاذ برسوم موسى، الاستاذ امير فهمي، انا بشكركم الف شكر. ومعانا مدام جورجيت على التليفون. اهلا بيك يا مدام جورجيت. اهلا بيك يا سلام، احسن يا حبيبه قلبي. وانتي اكتر، اهلا بيك. ربنا يخليك، وبرنامجكم جميل من زمان يعني. بيكوا انتم. وفعلا بقى مليان وبقى كويس، ربنا يبارك في خدمتكم حبيبتي. ميرسي حبيبه قلبي. كون معاكم. ميرسي قوي. انت وهايدي، وربنا يجيبها بالسلامه بقى المره الجايه. امين امين. شكرا ليكي يا مدام جورجيت، اتفضلي. تعيش يا حبيبتي. هو انجيل لوقا اصحاح 1 ايه 48. اوكي، شكرا ليك يا مدام جورجيت. الف شكر. منذ الان جمع الاجيال تطوبه. امين. كل سنه وانت طيبه. امين يا حبيبتي. امين حبيبتي. انت طيبه حبيبه قلبي، ربنا معاك. سلام حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. هنبتدي اولى اخبارنا، وهيكون معايا شخصيه فوق الرائعه هتحلل لنا الدنيا فيها ايه دلوقتي بسبب الاخبار اللي احنا بنسمعها. احتفل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعاهده السلام التي تم الاعلان عنها يوم الخميس بين بلاده ودوله الامارات المتحده، والمح الى امكانيه عقد اتفاقيات مع دول عربيه اخرى. كما تم اضاءه مبنى بلديه تل ابيب بالوان العالم الاماراتي، كما قدم الشكر للرئيس السيسي والحكومتين العمانيه والبحرينيه على دعم اتفاقيه السلام التاريخيه بين اسرائيل والامارات، وافاد انها ستتوسع دائرة السلام وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها. نتمنى ذلك. أعرب نتنياهو عن أمله في مستقبل مزدهر لإسرائيل وجيرانها. بيشرفني يكون معايا على التليفون دلوقتي الدكتور رامي عزيز، باحث وخبير في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بيك دكتور رامي، مساء الخير. اهلا، مساء الخير، ازيك يا استاذه شيرين؟ اهلا بحضرتك. انا بدايه بشكرك جدا، لان انا عارفه فرق التوقيت، دكتور رامي من روما ومسهراك او مصحياك بدري يعني. لا لا ما يهمكيش. لا بشكرك الف شكر طبعا على لا 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 عفوا. دكتور رامي، لو نقدم للساده المشاهدين شرح مبسط لنوعيه الاتفاقيه دي وايه الفائده اللي هتعود على الدولتين، ولو ليك تعليق على الفيديو اللي شفناه سوا اتفضل. في البداية تحية ليك وللناس اللي بيسمعونا طبعا مشاهدين. شكرا لك. الاتفاقية هي ليست، التعريف الدقيق لها ليست اتفاقية سلام، لأن اتفاقية السلام تأتي بعد حرب أو صراع أو نزاع، لكن هي تأتي في هي اتفاقية لتطبيع العلاقات، تطبيع كامل للعلاقات ما بين إسرائيل والإمارات، وده طبعا هيعزز السلام. هو بشكل أو بآخر ليه علاقة بالسلام، بس هو المسمى السياسي أو القانوني هو اتفاقية للتطبيع كامل في العلاقات بين إسرائيل وبين الامارات. وخلينا بس قبل ما ندخل في الحوار نلفت الانتباه ان اسرائيل والامارات كان لديهم علاقات ممتازه قبل الاعلان بشكل رسمي عن العلاقات دي. ده حقيقي. يعني الامارات ما كانتش دوله
بتمثل منبر من المنابر مثلا المعروفة في المنطقة اللي بتمس كراهية ضد إسرائيل. صحيح. ولكن برضو لما يكون في هناك شكل رسمي للعلاقات ده بيساعد أكتر وبيخلي الأمور أوضح. الاستفادة بين البلدين أو الاستفادة ممكن تتعدى البلدين كمان، الاستفادة هتعود على إنه إسرائيل هتكسب علاقات مباشرة مع دولة جديدة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والخليج، وده شيء مهم جدا لإسرائيل، والإمارات هتكسب علاقات واضحة مع إسرائيل، وده هيساعد في استقرار المنطقة نوعا ما. النهاردة شيري لو بصينا، بس أنا مش عايز أسبق الحديث، المنطقة فيها نوع من أنواع عدم الاستقرار الشديد وفيها تهديدات بمستويات غير مسبوقة. النهاردة عندك إيران، النهاردة عندك تركيا، عندنا المجنون أردوغان اللي عاوز يعمل الخلافة العثمانية مرة تانية، فعاوز يحتل كل الدول العربية ويرجعها تاني إلى ما يسمى حظيرة الخلافة العثمانية أو بين قوسين الإسلامية. فلذلك هناك في محاور بتتشكل، أحد المحاور دي دول الاعتدال السني اللي هي السعودية، مصر، البحرين، الإمارات، سلطنة عمان، زائد إسرائيل، لأنه بيشوفوا أن هناك في خطر مشترك بيهددهم. بعيد عن الأمور العسكرية والأمور السياسية، فهناك الأمور الاقتصادية، والأمور الاقتصادية دي مهمة جدا جدا وبتلعب دور قوي في العلاقات بين الدول. الاقتصاد الإماراتي واحد من الاقتصادات المزدهرة القوية، الاقتصاد الإسرائيلي واحد من الاقتصادات المتنوعة القائمة على التكنولوجيا والبحث العلمي، ولذلك رؤوس الأموال ممكن تلتقي هنا وتعمل شيء مفيد للجميع. ده شيء كويس جدا، مش غلط ابدا ان يكون في التوافق والتعاون ده، لان ده هيخلق جو من الهدوء شويه مع بعض الدول، مش كل الدول. وده اللي هيخليني اسال حضرتك السؤال اللي بعده، ردود الافعال الدول العربيه، انت شايف المؤيد والمعارض، اسمع منك يعني رايك ايه يا دكتور رامي في رفض بعض الدول العربيه الاتفاقيه دي وقبول بعض الدول برضه الاتفاقيه؟ بص، طبعا الدول العربية في الفترة الأخيرة منقسمة، أو هي طول عمرها منقسمة، بس الفترة الأخيرة يعني صار الانقسام، يعني في نوع من الوضوح، في نوع من اللي هو بيسموه ايه، الانقسام بناء على الايديولوجيات. يعني احنا النهارده بنتكلم عن دول في المنطقة فيها نفوذ إيراني بين قوسين شيعي كبير جدا، البلاد دي زي لبنان اللي فيها حزب الله واحد من اكبر الجماعات الارهابيه في المنطقه بل في العالم، صنف، ده ليس كلام شخصي، يعني النهارده المانيا صنفت، والمانيا اكبر دوله في الاتحاد الاوروبي، صنفت حزب الله كمنظمه ارهابيه. الاول كان بيفصلوا ما بين يقول لك الذراع السياسي والذراع العسكري، تلك المسميات الكلام الفاضي ده، لكن النهارده المنظمه كلها على بعض تم تصنيفها كمنظمه ارهابيه، الولايات المتحده بتصنفه كده كمان. فالدول العربيه في دول خاضعه للنفوذ الشيعي، وفي دول خاضعة لنفوذ تيار الإخوان المسلمين قطر وتركيا. فلما تبص على الدول اللي بترفض هتعرف أوتوماتيك هي دول خاضعة تحت تأثير الإيرانيين أو خاضعة تحت تأثير الأتراك أو القطريين بين قوسين الإخوان المسلمين. والدول الثانية اللي سميناها دول الاعتدال السني اللي هي مصر والبحرين والسعودية وما إلى ذلك. ولذلك هذا التأييد أو هذا الرفض بيوضح الخريطة تماما وبيوضح التأثيرات. لدينا دول التأثيرات تحت تأثير إيران، دول تحت تأثير تركيا، ودول تبحث عن نوع من التحالفات لكي تضمن استمراريتها. ده طبعا كمان بيفسر نوع الكراهية الموجود في المنطقة ضد اليهود، يعني هو ليس كراهية ضد إسرائيل، لأن احنا لو نتكلم بصراحة ما فيش فرق في العقلية في العالم العربي أو ما يطلق عليه العالم الإسلامي ما بين كراهية اليهود وكراهية إسرائيل. إسرائيل هي دولة اليهود واليهود هم أعدائنا، ده اللي تربت عليه أجيال كتير، ولذلك من الصعب أن تقنع هذه العقليات بسهولة أنك أنت تتعايش مع الآخر، تتقبل الآخر، حتى بعيد عن اليهود إذا نظرت إلى الأقليات الدينية أو الإثنية أو العرقيات اللي بتعيش داخل الدول دي، هي تعاني أيضا. حضرتك سمعني يا أستاذ؟ سمعك، تفضل. ألو، سمع حضرتك. فإذا المشكلة في حد ذاتها ليست هي مشكلة، المشكلة مش فكرة انك انت بترفض إسرائيل او بترفض، انت بترفض الآخر، انت بترفض اي شيء مختلف عنك. وده يعني هي دي المشكلة، ولازم شعوب المنطقة تتعلم كفاية كده، لازم تتعلم التعايش، يعني لانه عدم قبولهم لفكرة التعايش الآخر وصل المنطقة لحالة مزرية، يعني حالة
يعني هيوصلوا لفين اكتر من كده؟ كفايه كده بصراحه. يعني الشعوب دي لازم يعني تتعلم تعيش، يعني لازم تتعلم تتعايش، لازم تتعلم تتقبل الاخر. هو في لكن يعني في مؤشر موجود في الدول دي، كل ما بيرتفع كل ما بيزيد اكتر عدم قبول الاخر، لما المؤشر ده بيقل بيبتدوا يتعايشوا مع الاخر، هو ده مع الاسف يعني. طيب خليني يعني اسالك سؤال تاني برضو، هو قريب من ده، ان يعني تعليقك على ان بعض الدول يعني حنجرتها عاليه قوي في رفض اليهود والصهاينه، واحنا ضد واحنا واحنا واحنا، في حين ان مش ده اللي من تحت الترابيزه، مش ده اللي احنا الفيديوهات وضحته، مش هو ده اللي بيحصل. تعليقك ايه على الوشين ده؟ يعني ما هو سياسه الوشين هي سياسه بيمتاز بها العالم العربي، اذا كان في مسابقه لسياسه الوشين فالعالم العربي ممكن يعني ياخد المركز الاول. اذا معايا صور لقطر وايران يعني واضحه جدا. بالظبط. لا ايران يعني علاقتها باسرائيل مضطربه، لكن شويه خلينا نتكلم عن قطر، هو مثال اوضح يعني. القطريين كانوا من اول الناس اللي فتحوا مكتب للتمثيل الدبلوماسي والتجاري لإسرائيل في تسعينات القرن الماضي، وشيمون بريز وقتها كان رئيس الوزراء ظهر في الدوحة وهو بيتمشى في شوارع الدوحة، وكان في استقبال كبير جدا ليه، وكان في مكتب للتمثيل القطري كان في إسرائيل، وكانت العلاقات قوية جدا. وعايز أقول لك إن قطر كانت من أول الدول اللي لا تجمعها اتفاقات رسمية مع إسرائيل للتطبيع أو ما خلافه، ولكن كان في حجم التعاون والتمثيل أيضا، يعني ما كانش في اتفاقيه رسميه لكن كان في تمثيل تحت غطاء تجاري. يعني هو النهارده كان في مكتب المصالح التجاريه، ولكن هو كان مكتب دبلوماسي من خلاله كان بيتم ممارسه يعني العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين. ولكن الفكره ان قطر كدويله غنيه صغيره ضعيفه تم اختطافها واستخدامها من قبل جماعه الاخوان المسلمين واردوغان. النهارده قطر قرارها غير مستقل بعدما أردوغان نجح أنه يؤسس فيها قاعدة عسكرية، فأصبح قطر تحت الحماية التركية. حتى أنا سئلت في أحد اللقاءات في أحد القنوات، هل قطر ممكن أن تكون من الدول التي توقع اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل؟ قلت قطر ممكن تعمل ده إذا نجحت أنها تخرج من عباية الأتراك. ولكن احنا شفنا رد الفعل التركي. خلينا ناخد الوجه الثاني، هي تركيا. تركيا النهاردة دولة لها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ فترة طويلة، في سفارة لإسرائيل في تركيا، وفي مكتب وفي سفارة تركية في إسرائيل، وفي مكتب كمان في بيمثل مصالح للفلسطينيين برعاية تركيا. ورغم من ذلك يخرج أردوغان يقول أبو ظبي، يقول الإمارات إذا أنتم ما لغتوش المعاهدة دي ورجعتوا عنها انا هطرد السفير وهسحب السفير، والكلام اللي بالفاضل اللي هو بيقوله ده. هو طبعا بيدغدغ مشاعر العامه في الشارع، هو بيدغدغ مشاعر الناس في الشارع الاسلامي ان صح التعبير، الناس اللي مش فاهمه الامور بتمشي ازاي، مش فاهمه ان المصالح هي اللغه بين الدول، وان اردوغان هو بيتشكل وبيلعب على كل الحبال عشان لسه يمثل نفسه كخليفه للمسلمين منتظر. وده شفنا ان السياسه بتاعته نجحت. احنا شفنا لما حصل توتر بين مصر وتركيا في ليبيا، احنا شفنا ناس بتطلع تقول لك احنا لو الجيش المصري حارب مع الجيش الاسلامي العثماني هنساند العثمانيين. يعني هو سياسه اللعب على الحبال والكذا وش اللي بيعملها اردوغان وبيستخدم فيها الدين هي جايبه نتيجه برضه، فهو مستمر في ده. ليه ما يستمرش في ده اذا كان في سوزك بيصدقوه؟ بالظبط بالظبط، حتى يبقى حرام يعني. طيب خليني هم اذا كان في حد مصدق وحد ماشي وراء، مع الاسف دول نسبه كبيره جدا مع الاسف في الشعب المصري، وبياكل عيش الراجل يعني. بالظبط بالظبط. خليني قبل ما هسالك على الجانب الفلسطيني، خليني اشوف معاك يا رامي الفيديو الصغير ده عن رفضهم طبعا للموقف ده، وشايفين ان دي خيانه ودول عملاء للصهاينة. نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلام. تفضل. نشوف. يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار. نوع التلفونات. خليها تصور.
مش عنبيع مش هنوافق على التطبيع هي استضارة في العمارة روح مش هنوافق مش هنبيع مش هنوافق على التطبيع هنا هيجي يا فلسطين هيجي اللي عن بيهن الخليج هيجي يا كفين هيجي الله يهدك يا الخليج صرامي والحفايات الله يلعن الإمارات. في ناس بتاكل عيش من وراء القرارات دي ومن وراء الافكار الموجوده يعني. طيب دكتور رامي تاثير الاتفاقيه ايه دي على يعني تاثير ايه الاتفاق اللي حصل ما بين الامارات واسرائيل على فلسطين؟ يعني ده سؤال مركب شويه. هو الفكره هو يتوقف الموضوع على كيفيه تعاطي الفلسطينيين مع الامر ده. حتى لما الفلسطينيين بيشوفوا ان مش من حق الامارات ان هي تقيم علاقات مع اسرائيل بشكل علني وبشكل كامل الا بموافقتهم، فده نوع من انواع التدخل في سياده دوله ثانيه. ولما هم يصوروا الامر على انه هذا الامر هو خيانه لفلسطين وللفلسطينيين وما يعرف بالقضية الفلسطينية وللإسلام، يعني هم ذهبوا إلى أبعد من موضوع القضية الفلسطينية، يعني هم قال لك ده خيانة للإسلام. طب هو لما خيانة للإسلام، طب وإنت عبد محمود عباس أبو مازن اللي راح يهنئ أردوغان يا صوفيا من فترة بقى يا صوفيا، وده النهاردة أنت بتشوف أنه أنت الخليفة اللي أنت بتهنيه اللي اغتصب الكاتدرائية آيا صوفيا حولها مسجد تاني، انت بتشوف انك انت علاقاتهم مع اسرائيل دي مش خيانة للاسلام. النهارده في خطاب مزدوج من الفلسطينيين. الاتفاقية الاماراتيين بالعكس ما تجاهلوش الفلسطينيين وما تجاهلوش مصالحهم لما عملوا الاتفاقية، بالعكس هم طلبوا من الاسرائيليين تأجيل او النظر او إعادة النظر في ضم اجزاء من الضفة الغربية، وقدموا الاتفاقية انها نقطة انطلاق جديدة تحرك المياه الراكدة في العلاقات ما بين في المفاوضات بين اسرائيل وفلسطين، وقالوا للناس تعالوا نفتح جولة جديدة من المفاوضات ونتناقش ونحاول نوصل لحل. لو رجعنا شير شوية لورا فترة قصيرة كام شهر وتكلمنا عن صفقة القرن اللي أعلنها الرئيس ترامب وورشة البحرين اللي حصلت في البحرين وكان لها بعد اقتصادي، كان المفروض يحصل نوع من أنواع الحراك وتحسين مستوى معيشة الفرد الفلسطيني المواطن الفلسطيني اللي بيعاني من فساد من يجلسه في السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية النهاردة لو حسبنا حجم الأموال اللي تلقتها من الاتحاد الأوروبي من دول الخليج اللي بيسبها اللي شفته في الفيديو ده مليارات المليارات، أين ذهبت؟ إيه هو التنمية اللي حصلت؟ المواطن الفلسطيني بيعاني سواء كان في الضفة أو سواء كان في غزة، ما فيش. النهاردة كانت صفقة القرن الخطة الاقتصادية بتاعتي إنها هتحسن من معيشة الفلسطينيين، هترفع. أنا قريت تفاصيل كتيرة بعيد عن صفقة القرن، يعني إزاي نفذوا الشق الاقتصادي. أنا قريت يعني كان في مركز أبحاث وأصدقاء بعتوا لي وقريت، يعني شفت التفاصيل، تحسين طرق المستشفيات، طرق النقل، يتغلبوا على فكرة الطرق اللي هتعدي في المستوطنات، يعني كان في شيء ممتاز هيحصل هيحس بيه. لكن هو طبعا الموجودين في السلطة الفلسطينية دلوقتي هو مش عاوز أي تحسن يحصل، لأن أي تحسن يحصل هيكشف عن مدى الفساد والتردي اللي كان موجود، يبقى إذا في شيء غلط. طب يبقى نصدر بقى نغمة المقاومة والخيانة والتطبيع والكلام ده كله والحياة تستمر، يعني أدينا مستمرين وإحنا مستفيدين وخلاص، ده اللي بيحصل حاليا. يعني الحياة بالنسبة لهم هم، لكن بالنسبة للمواطن الفلسطيني الغلبان اللي مليان دماغه بأنه فجر وقتل عشان العروبة وعشان القدس وعشان هم دول أول ناس بيموتوا، دول الخطوط الأمامية بتاعتهم أو الديفنس بتاعهم.
ما هو النهارده هو بيقنعوه ان هو هيبقى شهيد لما يعمل كده. شهيد بالظبط. وبعد كده اللي بيعمل عمليه طعن ولا بيعمل اي عمليه تخريب ولا بتاع بيدوا معاش لاسرته. بالظبط. تعرف المعلومه دي ولا لا؟ بالزبط. فهو النهارده بيصرف الفلوس على استمراريه الفساد والارهاب وكلها. لا طبعا ما يسمعش المقاومه يعني دي كلها شعارات مخلوطه. انا عايز اقول لك ان الجماعات في اوروبا هنا بيستخدموا الجماعات يعني حماس وغيره بيستخدموا ريزيستنس ويعني ويستخدموا المصطلح ده وده مصطلح خطير وانا كنت اتكلمت عنه هنا اكتر من مره ان لا ده مش ريزيستنس. انت النهارده لما تدعو للارهاب تحت يعني ما هو ده بالظبط فكره محور المقاومه اللي يقول لك حزب الله وحماس وبتاع سلاح المقاومه فدي كلها افكار مغلوطه. بصي اللي حصل يا شيرين النهارده في هزه كبيره بتحصل بتكشف قد ايه انه ان الناس دي كانت بتدمر مصير الشعوب وغير حريصه على مصير الشعوب بتاعتها. فهو مش بالسهل ان هم هيسلموا مش بالسهل ان هم هيتقبلوا ان يكون في علاقات طبيعيه وهذه العلاقات الطبيعيه تنشا عنها تنميه وينشا عنها حركه وينشا عنها شيء ايجابي. طب ما هو النهارده انت لما تطلع انت صح يبقى انا كل السنين دي انا غلط. واحنا في عرف كده في البلاد العربيه والحكام العرب ما فيش حد عايز يتخلى عن السلطه ما فيش حد عايز يسيب الحكم ويمشي. الكرسي ده بالنسبه له حاجه تانية خالص. بالظبط يعني النهارده مفتي القدس يعني افتى بحرمان الاماراتيين من الصلاه في المسجد الاقصى كما لو ان يعني مش مسلمين الاماراتيين دلوقتي. طيب خليني ارجع للامارات تاني. هل تعتقد ان في تهديدات مرتقبه على الامارات يعني بعد الاتفاق ده؟ طبعا احنا شفنا من اول الرئيس الايراني لوزير الخارجيه الايراني لوزير الدفاع الايراني رئيس اركان الجيش الايراني كلهم خرجوا بمنتهى الصراحه بيطالبوا الامارات انها تتراجع عن الاتفاق ده يا الا الامارات ستتعرض يعني لهجمات ايرانيه خطيره يعني تصل الى ان هم قال لك احنا هننسف المدن والابراج ونطحات السحاب بتاعتكم. طبعا بصي الاماراتيين اذكياء يعني هم بيتصرفوا بناء على قراءه جيده للمنطقه. النهارده هذه التهديدات موجوده. ايران سواء كانت اسرائيل في عليها علاقات مع الامارات او منهاش هي بتهددها. يعني اول السنه خلينا ندي مثال للناس اللي بتسمعنا لو مش متابعه شويه اللي بيحصل في الشرق الاوسط. اول سنه لما تقتل لما الامريكان قتلوا سليماني اللي هو قائد الحرس الثوري الايراني خرجت طبعا في قواعد عسكريه امريكيه في الخليج منهم قاعده الظفره في الامارات. فطبعا كان متوقع ان ممكن تتحرك منها طائرات امريكيه ولا حاجه في حاله انها تضرب ايران او حصل توتر او تصعد التوتر بين البلدين. لقينا الايرانيين بيقول لك اذا خرجت اي طيارات امريكيه من قاعده الظفره سوف نهدم دبي ابو ظبي وتكون تحت قصف الصواريخ الايرانيه. طب النهارده انت وهو ما كانش ليهم علاقات مع اسرائيل وما كانش ليهم معاهده يعني في العالم وما خلافه وانت بتهددهم انها تقصفهم فتغير الوضع. اذا انت كده انت دي نيتك وهو دي تحركاتك ان انت تستحوذ على الامارات وتحتل كل دول الخليج. وبالفعل ايران هي محتله بعض الجزر الايرانيه يعني طنب الكبرى والصغرى وابو موسى ما هي محتله والامارات مش عارفه تاخدها من ايران من سنين. فاذا ايران سواء كان فيها علاقات مع اسرائيل ما فيش علاقات مع اسرائيل هي دوله معتديه وهي بتخطط انها تعتدي اعتداء كامل. يعني النهارده لو ما فيش قوات امريكيه بتحمي الخليج كان الخليج كله اصبح في قبضه ايران. في بين الليل يعني في يوم وليله كانوا الايرانيين يقدروا يحتلوه. فلا احد يقدر ان هو ينفي المخاطر على الامارات، ما حدش يقدر ينفي عن الامارات حقها انها تدخل في تحالفات لانها تحمي نفسها، وكل ده بيعزز من الاستقرار. النهارده لما احنا نشوف ايران ما تقدرش تغزو دول الخليجي، ما ده كويس. ما احنا كمصريين في مصريين بتشتغل في الخليج. في جنسيات كتير بتشتغل في الخليج، في استثمارات للخليج في مصر، في استثمارات للخليج في دول ثانيه. النهارده تخيل ان كل الدول دي لا قدر الله لو وقعت في قبضه الايرانيين. حجم الدمار سيتخطى الامارات، الموضوع اكبر من الامارات. اكبر كتير. الموضوع بالظبط. خليني ارجع معاك بقى للغاليه مصر، يعني هل تفتكر يعني تعليقك على ان البعض بيرى ان مصر ليها دور في اتمام الاتفاقيه دي وسببها ان مصر بتعمل ده حمايه ليها من المخاطر طبعا والتهديدات اللي موجوده وظاهره كانت في الفتره الاخيره، تعليقك ايه على الرد ده؟
بص مصر موجوده في، يعني مصر من اقدم الدول اللي ليها علاقات مع اسرائيل، ومصر كان ليها مواجهات قبل العلاقات مع اسرائيل. يعني مصر واسرائيل ليهم تاريخ طويل مع بعض، يعني سواء كان في الحروب او السلام. النهارده مصر 41 سنه من اتفاقيه السلام، كان بدايه اول دوله كان ليها سفاره في اسرائيل، وده يعني كان يعني حاجه كبيره، وما زال حتى الان شيء كبير، بالاضافه ان مصر هي اكبر الدول العربيه يعني مع اتفاقيات السلام مع الدول التانية. لا تغنى عن العلاقات مع مصر، يعني ما فيش شيء يغنى عن العلاقات بين اسرائيل ومصر، عشان تكون مثلا علاقات مع الامارات او السعوديه او خلافه. ولذلك مصر حاضر، يعني مصر بشكل او باخر حاضره في المشهد، يعني حاضر، يعني تلك الاتفاقيه بين الامارات واسرائيل يعني مصر كان ليها دور فيها. ولكن فكره ان مصر هي مثلا في بعض اصل الاخوان المسلمين بس تركيا، بس عشان الناس تاخد بالها من الفخ بيبقى فين. النهارده الاخوان المسلمين بتركيا بيقول لك اصل هي مصر اللي ورا الموضوع، وهي لا، النهارده الامارات دوله ليها سياده بالظبط، وكانت تقدر توقع وما توقعش، يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا احنا ما ضربناش حد على ايده، ليها سياده وثقل يا برضه يا دكتور رامي. بالظبط، هي دوله فاعله، يعني ما هي لها حجم اقتصادي، هي دوله صغيره اذا نظرنا لها كدوله، هي دوله صغيره عدد سكان صغير، لكن هي فاعله، عندها اقتصاد، دوله منفتحه، عندها نشر سياسات التسامح والاعتدال ونشر الاعتدال، وبتلعب دور كبير في ده الصراحه. النهارده بقى الاسلاميين ومحور بتاع، يعني انا ما بحبش استخدم المصطلح ده، بس يعني اسمحي لي استخدمه على شاشتكم، محور الخرفان بتاع قطر وتركيا، بيحاولوا يقول لك ان مصر هي ورا كل حاجه. شوفي لو اي حاجه حصلت تقول لك مصر ورا، ويحاولوا الشيء الايجابي يخلوه شكله سلبي. يعني عايز اقول لك ايه الفكره، اقول لك انا هكلمك بصراحه اكتر شويه. هو عايز اقول لك ايه، شايف ان مصر بتنبضح لاسرائيل واسرائيل بتسيطر على كل القرارات وما الى ذلك. طبعا ده ترويج خاطئ، وفي نوع من المبالغه، وفي نوع من التضخيم، وده شيء مش صحيح. يعني اذا كان كل الحل والربط في ايد اسرائيل، طب خلاص يبقى اسرائيل بلد قويه مش محتاجه لا تعمل اتفاقيات مع الامارات ولا تعمل اتفاقيات مع مصر، وخلصنا على كده. لكن ده مش صحيح، اسرائيل دوله عايزه تعيش. يعني انا يعني من خلال معرفتي اليهود ناس عايزين يعيشوا، يعني النهارده هم كفايه حروب وما عايزين يعيشوا، عايزين سلام. فكره ان انا اصلا مش هفضل احارب، انا ولا افضل، انا عندي مشاكل مع جيراني طول العمر، ده مستحيل. حتى لو كانت انت دوله قويه مش هتقدر تعمل ده. فالنهارده فكره انه مصر هي اللي ورا ومصر هي بتخطط، مصر موجوده محدش يقدر يتجاهلها، ولكن هي في النهايه الامارات دوله ليها سياده على قراراتها. واخذت الخطوه دي بالتشاور مع مصر، ولذلك الرئيس السيسي كان اول المهنيين واول الداعمين لما تم الاعلان عن الاتفاقيه. قبل ما هسالك سؤالنا الاخير، هشوف سوا انا وانت والساده المشاهدين ردود افعال ردود افعال الناس اللي موافقه والاسرائيليين والعرب على الاتفاقيه دي، ونرجع هسالك اخر سؤال في حوارنا النهارده. اتفضل. يلا بينا. سلام عليكم. אנחנו מברכים על הסכם השלום שנחתם בין ישראל לאמירויות. אנחנו חושבים שזה צעד מאוד חשוב בין המדינות. אנחנו מחכים לכם בישראל, תבואו. סוכן על אימארת نبارك الخطوة لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ونستناكوا عنا. نبارك الخطوة لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، عم نستناكوا تيجوا لعنا وتشوفوا الأماكن الحلوة والمميزة في دولتنا، علشان إحنا كمان نبدي لكم الزيارة ونشوف الأماكن المميزة والحلوة عندكم. אני ממש ממש שמחתי לשמוע על ההסכם שנחתם אתמול. כבר אין לי סבלנות לבקר בדובאי ובאבו דאבי. ואתם מוזמנים לתל אביב, לחיפה, לירושלים. באמת שיהיה לנו במזל טוב. عندما تتغلب قوة الحب على حب القوة سيشهد العالم السلام. أعزائي الشجعان لا يخشون التسامح من أجل السلام. نبارك هذه الخطوة ونأمل أن نراكم قريبا في هذه الأرض المقدسة. خطوة مباركة لتعزيز العلاقات عم نستناكم في إسرائيل. سمحنا مرد لسموع على ההסכם החדש. ומחכים כבר שתבואו לפה ומחכים כבר לבוא אליכם. רציתי לברך על ההסכם ההיסטורי שנחתם אתמול בין מדינת ישראל לבין מדינת איחוד האמירויות. זו התחלה של היסטוריה חדשה ומשותפת בין המדינות. מחכים לכם כאן בישראל, ואני כולי תקווה שנוכל כבר לבקר אצלכם. מברוק, מחכים לכם. خطوة مباركة وجريئة. أتمنى أن نرى سكان الإمارات في إسرائيل. خطوة مباركة لتعزيز العلاقات عم نستناكم في إسرائيل. אהלן פיק לכל החברים מאיחוד האמירויות. אנחנו שמחים ומודים על ההסכם שלום שיש לנו עכשיו איתכם, מחכים לראות אתכם, אוהבים אתכם פה מישראל.
שלום כולם לכל החברים האסרים שלי באסראל ובעולם. מזל 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 טוב. Today is such a historic day. I'm so grateful to be alive, to witness this progressiveness. We finally did it. Wow. Wow, I can't believe it. I can't wait to see you all in the UAE, and I can't wait to visit Israel. Once again, mazal, mazal, mazal tov. بالذمة يعني اللي احنا شايفينه ده كله وردود الافعال الجميله دي ما تخليناش نحب السلام. سلام طبعا، سلام خالص يعني ما بين الدول الجميله دي. طيب خليني ارجع لك يا رامي في سؤالنا الاخير في حوارنا النهارده. مين من وجهه نظرك الدوله القادمه العربيه؟ لا هي دول مش دوله. لا لا هو دول كتير يعني. بص الفكره انه يعني زي ما كنا ابتدينا في اول كلامنا، هو فكره ان الامارات مثلا عملت اعلان عن التطبيع مع اسرائيل، هو مجرد اعلان لكن هو موجود التطبيع يعني، لكن هو من الجيد ان الموضوع ياخد شكل رسمي. ففي دول تانية على نفس النهج يعني، في دول زي البحرين، زي السعوديه، بس السعوديه ليها حساباتها. بس برضه النهارده مستشار الامن القومي الامريكي كان بيتحدث ان السعوديه في طريقها للاعلان ده. عندنا مثلا سلطنة عمان وهي لها علاقات قوية، لأن بنيامين نتنياهو كان زار عمان قبل في أيام سلطان قابوس قبل ما يتوفى. وكمان عندنا السودان، يعني شيء إن السودان برضو في الفترة الأخيرة قطعت شوط كبير مع إسرائيل في موضوع التطبيع، وسمحت للطيران القادم من أمريكا اللاتينية إنه يعدي في الأجواء السودانية مثلا بدل ما كان بيلف، فخلى الرحلة بتبقى أقصر 3 ساعات. في إشارات وفي أمور كتير لو ممكن تجاهلها. قطر إذا نجحت في الفكاك والهروب من 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 مخالب أردوغان هتكون بتوقع اتفاقية للتطبيع مع إسرائيل. ولكن المطبع الأول مع إسرائيل وصاحب العلاقات التجارية الأكبر مع إسرائيل الخليفة رجب طيب أردوغان مش عاوز يعني، فهو مش من السهل إن هو يسيبهم يعني. فرخة بتبيض ذهب، أنا آسف على التعبير العام ده، بس يعني هو ده اللي أنا بس عايزة، مش عايزة يعني أستخدم اسلوب ممل في تحليل يعني لو بتكلم جمهور القناه باللغه البسيطه. فالفكره انه لا، الموضوع في دول كثير مرشحه انها تلحق بالامارات، لكن الامارات كانت لظروف معينه هي الدوله المؤهله الاولى انها تعلن عنها. بالضبط هو ده. طيب في حاجه احنا ما اتكلمناش فيها عايز تقولها يا رامي في الاخر اللقاء بيننا وبين بعض؟ لا انت ربنا يديك الصحه ما بتسيبيش حاجه يا شيري بصراحه، انت بتحضري وبتتكلمي في كل حاجه. شكرا ليك. لا ما هو انت طالما موجود معانا يبقى مش هنسيبك يا رامي. لا ده يسعدني. شكرا ليك. شكرا ليك، وبعتذر ان انا اخرتك في النوم النهارده. شكرا ليك يا بابا ربنا. لا بس اسمحي لي قبل ما ننهي، اتمنى ان احنا المفروض كان هيكون معانا دكتور شريف واعتذر لاسباب انا مش عارف ايه. اتمنى يكون المانع خير ويكون معنا في مره ثانيه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تنورونا. شكرا لك ولكل المشاهدين. شكرا لك دكتور رامي. الف شكر، بشكرك على محبتك ومشاركتك لينا برغم الوقت والتاخير، وكنت بتمنى طبعا دكتور شريف منصور يشاركنا النهارده بس الاخر وقت فعلا اعتذر. الف شكر. قبل ما هبتدي بقى نكمل اخبارنا، اللي جاوب معانا على الفيسبوك اغابي وصباح فايق بشكركم الف شكر، وجاوبوا على التليفون مدام نادية، مدام مارسيل، ابن الرب، مدام كاميليا، مدام أميرة. يا رب ما كنش بس نسيت حد، أنا يعني هقول الأسماء تاني من الأول لأن في ناس بتقول أنا ما سمعتش وإحنا بنكون قلناها في النص كده. اللي جاوب الأستاذ تامر أنطون على الفيسبوك، مدام جورجيت على التليفون، الأستاذ برسوم موسى على الفيسبوك، الأستاذ أمير فهمي على الفيسبوك، مدام أغابي على الفيسبوك، صباح فايق على الفيسبوك، على التليفون مدام نادية، مدام مارسيل، ابن الرب، كاميليا، مدام أميرة. يعني نتمنى ان احنا نسمع منكم. خليني هكمل معاكم التطور برضو، يمكن ده خبر انا يعني كنت جايباه بس للظروف ان انا مرة ما كنتش موجودة مع حضراتكم. الامارات بتطلق اول مسبار او يعني اسمه مسبار الامل، ناس بتشتغل. وليه بتشتغل ويهمها التكنولوجيا ويهمها التطور ويهمها كل ده؟ لأن هي حاطة الدين على جنب.
وفي فيديوهات كتير مالية الدنيا على اليوتيوب. التعايش السلمي، كنائس بتتفتح، معابد مفيش مشاكل، جوامع اتسوكي، لكن مفيش حد الأعلى، مفيش ديانة الأعلى، كله زي بعض. الناس دي يمكن زي ما قلت في حواري مع دكتور رامي، ان لما يزيد المؤشر بتاع الدين بيزيد معاه المؤشر بعدم قبول الآخر على طول، كما لو ان الـ 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 يعني الإله بتاع الديانة دي ما بيحبش خالص الآخر، أنا وبس، ما كانش خلقنا كلنا مع بعض. ده جنب ده، خليني أشوف مع حضراتكم المسبار الأمل الإماراتي اللي مفروض أنه أول مشروع عربي لاستكشاف المريخ تم تصميمه بمركز محمد بن راشد للفضاء، مهمته دراسة مناخ الكوكب الأحمر بشكل مفصل على مدار الفصول. رحلته هتستغرق 7 أشهر، وهم أطلقوه الشهر اللي فات، بيقطع خلالها مسافة 493.5 مليون كيلومتر. مفروض انه يعني هيدخل مداره في فبراير 2021، يا عالم برضو في زمن ال 2020 دي، اصل ليها يعني منهج خاص 2020 دي، عايزه فيها يعني حلقات. من المقرر ان يظل مسبار الامل في مداره فتره عامين او سنه مريخيه. مبروك للامارات على اللي بتعمله، وبالتوفيق يعني. وفقا لبيان الرئيس ترامب، فقد ساعد في تشكيل وحدة بين البلدين، يتحدث عن تحسين نوعية الحياة من الأعمال. وقال ترامب في الأسابيع المقبلة ستكون هناك اتفاقيات حول السياحة تكنولوجيا، وده هيفتح علاقات مباشرة مع الاثنين من أكثر المجتمعات ديناميكية في الشرق الأوسط. سئل الرئيس ترامب يوم الجمعة عن رد فعل الفلسطيني السلبي، هو مش سلبي، كان يوم الجمعة لحد الجمعة كان سلبي لكن دلوقتي لا، فقال يريد الفلسطينيون أن يكونوا جزءا مما نقوم به دون أن يقولوا، وفي النهاية سيرغبون في أن يكونوا جزءا مما سنفعله أو ستفعله الدول الثرية الكبيرة عندما يأتون، وأعتقد أنهم سيأتون ويريدون السلام. مش عارفة هيريدوا السلام تفتكر ولا الفلوس اللي جاية؟ ما هو قفل الحنفية، بس في دول تانية فتحاه، مش الحنفية، هم ممكن ياخدوا من حتة تانية يعني. من الحاجات اللي تحسب للرئيس ترامب في الجزئية دي بالذات بالنسبة لدولة فلسطين، وهو انه قبل ما ترامب يسيب الحكم بتاعه كان مضى قرار انه يدي 221 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية، الشعب ملوش دعوة خالص بالفلوس دي، هو يعني قتل وبحلقة زي ما بيقولوا؟ لا طبعا، هو يتضرب ويموت اتس اوكي، لكن ياخد الفلوس دي؟ لا مش اوكي. السلطة الفلسطينية عارفة مصلحة شعبها وعارفة تودي الفلوس فين. طبعا هتشتم من هنا للصبح الكلمتين دول، بس مش مشكلة، هي دي الحقيقة. لو انتم يا شعب يا فلسطيني مش فاهمين ده تبقوا غلطانين. المهم الرئيس ترامب بقى عمل حركة كويسة قوي، أول ما دخل لغى القرار ده، يعني السلطة الفلسطينية ما أخدتش المبلغ ده. دي حاجة تحسب طبعا للرئيس ترامب. نيجي بقى الرشيدة، طبعا رشيدة فلسطينية وقلبت الدنيا على الموضوع ده، كتبت كام تويتة كده على حسابها. رشيدة هي نائبة ديمقراطية طبعا من ميتشيغان، وقالت انها ملتزمة بالاضطرابات العنيفة. عارف تحس انهم حمامة سلام كده، ما تعرفش يعني. والمدنية في المنطقة مهما عمل قادة البلدين يعني. وبتقول لن ننخدع بصفقة أخرى بين ترامب ونتنياهو. طبعا هي الأولانية كانت بتاعة السفارة اللي اتنقلت سفارة القدس، وبتقول إن احنا مش هنسقف لا لترامب ولا لنتنياهو طبعا على هذه الصفقة، وإن الصفقة دي لن تخفف من معاناة الفلسطينيين بل ستزيد منها. بصي، معاناة الشعب الفلسطيني سببها القادة الفلسطينيين عزيزتي، لا بقى إسرائيل ولا الإمارات ولا مصر ولا غيره. انتوا عندكم مشكلة كانت مع إسرائيل وفضلتوا يعني تتشدقوا بالقضية الفلسطينية، انتم عملتوا لها ايه؟ انتوا عايزين العالم يعمل لكم، ويوم ما بتقرروا انكم
تنتفضوا بتقتلوا جلودنا احنا على الحدود او جوه شوية. كما لو انك بتقول للاسرائيل بص انا ممكن اعمل فيك ايه، انا بموت الجنود المصريين يعني ممكن اعمل فيك كده. ما بتقدرش، انت ما بتقدرش مع الاسف غير علينا، لان في ايدين جوه مش نظيفة بتوصلك لولادنا الدم النظيف الطاهر. يعني حلوا مشاكلكم مع نفسكم، مالكمش دعوه بالدول الاخرى. مش يعني ما فيش داعي نفضل ندور على الموائد الاخرى عشان ناكل عليها، شوفوا مصلحتكم افضل. يعني معايا صوره لابو تريكه، مش عارفه لو نقدر نحطها، انا كنت بعتها على الايميل. لو مش جاهزه يعني ابو تريكه بيقول لك ان احنا الاقنعه سقطت والناس بانت مين مع القضيه الفلسطينيه ومين لا. حضرتك اتغنيت بفلوس المصريين الشرفاء اللي كانوا فاكرينك لاعب كوره بس مش داعيه اسلاميه، ودلوقتي بتتشدق حضرتك او يعني عايش والعمليات التجميل باينه عليك والنعمه باينه عليك بفلوس القطريين والتراكوه. فسيب الشعب الفلسطيني اللي انت ما تعبتش قوي عشانه، وسيب الشعب المصري يغني على ليلاه والفلوس اللي دفعها علشان انت تبقى في الشياكه دي والجمال ده. anyway ده ابو تريكه، لو الصوره جاهزه يبقى شيء كويس. طيب بالنسبه للاجابات على الفيسبوك كلها، مدام صوفي، مدام ريري، الاستاذ مايك بانوب، بشكركم. طيب في جانيت كمان، جانيت على التليفون. اوكي طيب نيجي بقى لامريكا. الاسبوع اللي فات بايدن اختار النائب بتاعه او النائبه بتاعته كاميلا هاريس. كاميلا هاريس من مواليد 20 اكتوبر 64، من ام هنديه ومن اب من جامايكا. هي محامية سياسية أمريكية تشغل منذ 2017 منصب سيناتور عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكانت ضمن طبعا المرشحين للرئاسة، بس بعد ما شتمت وبهدلت بايدن دلوقتي بقوا حبايب. السياسة ليها طرقها برضو شوية. خلينا نشوف مع حضراتكم الفيديو الصغير ده، مين هي كاميلا هاريس السودة اللي قالوا انها ضمن الناس. ده الام، دي الام وده والدها. هم على فكره عيله مثقفه كمان، يعني الام دكتوره في الجامعه والاب كمان. المحيط اللي هي طلعت فيه محيط مثقف، يعني من اسره عاليه في التعليم زي ما بيقولوا. كاميلا من الناس اللي ما بتحبش دولة مثلا زي السعودية، وكانت ضد الاتفاقيات بتاعة السلاح اللي اتعملت بينها وبين ترامب. كاملة بتكمل سياسة أوباما في الشرق الأوسط. كاملة يمكن ما بلهاش قوي هوية كده ناحية مصر، بس الحزب الديمقراطي مكملة السياسة إياها. خلينا نفكر لو جو بايدن يعني بعد الشر حصل له حاجة، كاملة اللي هتكون قاعدة على الكرسي في حكم أمريكا والعالم، هويتها إيه؟ هل كاملة من الناس اللي تفتكر يعني لو إحنا تقاعصنا في إن إحنا نحط صوتنا، وده مهم قوي، إن أنت لو أنت تقدر وليك الحق الانتخابي في إنك تختار رئيس أمريكا اللي جاي، يبقى لازم تسجل نفسك سريعا على الويب سايت، بنأكد تاني vote.org vote.org. وبليز لو عندك مشكله بكرر تاني انا تحت امرك، اتصل بيا وانا هدخل معاك واحده واحده واقول لك تعمل ايه. على فكره الموضوع بسيط قوي، مطلوب منك معلوماتك او بياناتك الشخصيه. بليز يا جماعه اللي عنده الحق ده ما يفرطش فيه. نرجع تاني، لو كاملة هي هتبقى هي يعني حتى لو بايدن موجود، يعني تفتكروا ممكن تكون مصر هتكون موقفها ايه؟ يمكن بعض الناس قالوا ان يعني دلوقتي مصر ليها ثقل وعلاقتها طيبه جدا مع امريكا، والرئيس ترامب يعني مساعد ده. لما تكون
دولة مثلا زي مصر بالجمال اللي هي فيه دلوقتي واللي بتعمله، وخلينا نقول ده انها برضو مسنودة برئيس امريكا وبامريكا وبالحكومة اللي موجودة حاليا، ليها ثقة. لكن لو دي مش موجودة، متخيل الدول الكبيرة التانية زي روسيا زي غيرها ممكن يكون تأثيرها ازاي على مصر؟ انت دلوقتي بتقعد حاطط رجل على رجل وبتقول اللي انت عايزه، لكن بعد كده لو الرئيس ترامب مش موجود معاك الفترة اللي جاية، مش هينفع نحط رجل على رجل في الوقت الحالي يعني. خليني هكمل مع حضراتكم اخبارنا من امريكا برضو، بس اللي جاوب معانا على التليفون الاستاذ فاروق تدرس والاستاذ سامي فؤاد، بشكركم الف شكر. الاسماء هنا كلها، انا بس اللي طلع او اللي كتب رسالة على الفيسبوك وبيقول انه مش شايف التردد الجديد، القناة بعتت لحضرتك سؤال بتسألك حضرتك فين، فمعلش لو حضرتك شايفنا تجاوب على السؤال وهم هيساعدوا حضرتك. مش عارفة هل حضرتك دخلت بس عشان تقول السؤال ده ولا انت متابعنا أثناء الحلقة، أتمنى بس ان حضرتك ترد عليهم عشان يقدروا يساعدوك. جون بايدن كتب تويتة على صفحته بيقول باقي لترامب 78 يوم في البيت الأبيض، هو حر يقول اللي يقوله واحنا كمان نقول اللي نقوله برضو. وطلب من الناس انها تتكاتف من اجل اخراج الرئيس الحالي من البيت الابيض في الانتخابات، ولفت الى انه سيعمل مع نائبته النائبه بتاعته يعني كاملا هاريس على جعل ترامب رئيس الولايات رئيس لولايه يتيمه واحده، هو اللي بيقول يعني، وذلك بجعل الامريكيين يصوتون لصالح الديمقراطيين. هو حتى بيروح يطلب من المغنيين والناس دول ان هم مثلا المعجبين بتوعهم يصوتوا ليه ما يصوتوش لترامب. احبائي مش بس كفايه ان الديمقراط بيشتغلوا بعدم نظافه في الانتخابات وبعدم نظافه في انهم يهمهم يعني، امريكا مش في الاول على فكره، الاول الكرسي وبعدين الامريكا يعني، ده الاول وبعدين ده، لان لو فعلا امريكا كانت تهمهم من الاول كانوا اشتغلوا على الملف ده، ما كانوش كل قراراتهم وكل اللي يهمهم ان يطلعوا ترامب ده قراراته غلط مش فاهم حاجه، متعاون مع روسيا مره متعاون مع الصين مره، وكل ده ما بتظهر نتيجته بس بعد ما بنكون اتهلكنا بقى لقاءاته واجتماعاته وجلسات وويتنس وحاجات غريبه كده، وفي الآخر ما بتطلعش زي ما هم قالوا من الأول. نخلص ده ونروح على إلهان عمر. مع الأسف إلهان تفوقت على النائب اللي كان أو النائب الديمقراطي برضو والنائب الأسود برضو، يعني قصة الأسود دي ما كانتش بقى، بس ندل على شيء يدل على إن قوة الولاية دي دلوقتي. خلينا نحط عليه 100 علامة استفهام ونرجع نقول ان الخطة اللي اتبنت واتحطت من زمان قوي، روحوا املوا المنطقة دي، اتجمعوا وقعدوا في المنطقة دي، وبعد عمر طويل يديك ويدينا يبقى لينا صوت ويبقى صوتنا مؤثر. وهو ده اللي حاصل دلوقتي، الراجل امريكاني اسود برغم بقى المشاكل السود والمنطقه بتاعتهم دي وكانت الهيصه اللي حاصله وستيل، لكن كل ده بقى على جنب. لكن معانا يمكن المؤشر بتاعها في الاول طبعا دول هو ده المنافس بتاعها. قبل ده بصورتين كان في بايدن طبعا فاز في الولايه دي الانتخابات المبدئيه، لو نحط الصوره اكتر على الشاشه دي بتبقى انتخابات مبدئيه يعني، مش ده الفاينل كله في 3 نوفمبر. انزلوا بليز سوري الناس اللي لسه ما عملتش ريجستريشن علشان تعمل فوت، بليز ادخلوا على الويب سايت من تليفونك من اي حته تعجبك او الكمبيوتر زي ما انت عايز، بس لازم تسجل نفسك في الانتخابات. خلينا نحط الصوره الاخيره بعد اذنك يا اسامه، نشوف الرقم. الهان عمر واخده رقم غير عادي يعني، ما حصلش النص، انا مش شايفاه من عندي. 100 وكام يا اسامه بعد اذنك؟ 103,000 يا وهو حاجه 40 49 يمكن او حاجه كده يعني، حاجه
يعني بالضبط هي حاجة وخمسين وهو حاجة وثلاثين في المية. يعني بصراحة إن دل على شيء يدل على هوية المنطقة دي. اللي مش عايز يسجل نفسه دلوقتي ما يزعلش لما أولاده يشوفوا المؤشر ده بعدين، لأن احنا لو ما عملناش ده دلوقتي المؤشر بتاع اللي زي إلهام ورشيدة، رشيدة كمان كسبت في الانتخابات الأولية، كل ده هيزيد قوي، هيزيد قوي في الفترة اللي جاي. وما تزعلوش، الديمقراط بيحبوا قوي الجو ده، ان هم يكونوا ست ومحجبة وتكون مسلمة وتكون جاية من دولة فيها مشكلة و و و يا كل ده بيفرحهم ان الناس دي قعدت على الكراسي. هتجنوا ده بعدين، ومع الأسف انتوا مش بتجنوا لوحدكم، بنجنيه احنا واجيالنا الاجيال اللي جاي، ربنا يستر. الرئيس ترامب كان في مينيسوتا النهارده، وكمان بس يعني الولايه دي مش بتاعته قوي يعني. نيجي طيب الست معمار جاوبت على التليفون. خليني يعني خبر حلو قوي من عن اللقاحات. اعلنت يعني كثير من الشركات الأدوية العالمية أعلنت وصولها لمرحلة التجارب السريرية الثالثة لإنتاج لقاح مضاد لكورونا، ويبدي الكثير من الأشخاص تجاوبا في المشاركة في التجارب. في ناس هنا بتعشق العمل التطوعي، في ناس بغض النظر إذا كان هيكون في مقابل ولا لا، بس هم ده تطوعي، ده جسمه حياته، ده يعني ليها مقاييس تانية. بنتمنى يا رب ان نوصل لنتائج آمنة ونتائج نهائية. مش مهم مين يبتدي الاول، المهم ان اللي طالع واللي الناس هتاخده وتعتمد عليه يكون صح 100%. يعني هو الاعتماد على ربنا بقى في الاول وفي الاخر. يعني قبل ما اقول لحضراتكم مين اول فاكسين طلع في العالم، جاوب معانا على التليفون مدام ريتا ومدام ميري بنوب على الفيسبوك. في حاجة كمان رجاء، مدام ريري على الفيسبوك هستأذنك امسحي العنوان بتاعك، ابعته لنا برقم التليفون على التليفون، هم هياخدوه منك. بليز يا جماعة ما حدش حط اي انفورميشن شخصية على الفيسبوك او على المشاع كده لو سمحتوا. يعني احنا هنكلمينا واحنا هناخد العنوان او نقول لك ابعتي لنا تكست مسج ازاي. بالنسبه برضو لبعض الناس قالوا لنا انهم شايفين القناه كويس جدا في مصر. انا ما اعرفش الاستاذ اللي دخل وقال القناه مش شايفها، معلش لو حضرتك شايفنا بليز كلمنا وقول لنا انت فين عشان نعرف المشكله فين. طيب اول حد بقى وصل للاختراع ده، اول لقاح في العالم اعلنته روسيا الاسبوع اللي فات، وهيبدأ استخدامه في أول أكتوبر. وبوتين قال إن أحد بناته أخدته وهي بصحة طيبة يعني، ودول أخرى رؤساء دول أخرى زي المكسيك وفنزويلا قالوا إن إحنا بنرحب بالفاكسين ده، وإحنا هنكون رؤساء، إحنا هنكون من أوائل الناس اللي هتاخد الفاكسين ده. شيء كويس، بالتوفيق. وزي ما قلت مش مهم يكون مين في الأول، المهم يكون آمن فعلا وتم إجراء تجارب كفاية عليه. يمكن يكون فعلا آمن، ده اللي هيبان برضو على مدار الفترات اللي جاية إن شاء الله. طيب نيجي بقى الأسبوع اللي فات، القيادي الإخواني عصام العريان توفى إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه في سجن ترى. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم ترى قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وست آخرين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتخابر مع حماس. طبعا شباب جماعة الإخوان المسلمين نعوا الأمر ده، معنا صورة للنعي بتاعهم. بيقولوا استشهاد الدكتور عصام القيادي ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة في سجن العقرب سيء السمعة في القاهرة بسبب الإهمال الطبي المعتمد. طب بص هم قالوا لنا
أو يعني بعض الناس قالت مش هنقول مين، إن خيرت الشاطر اتخانق معاه وخبطوا كده يعني خبطة يعني هزار بقى، انت عارف يعني هزار قيادات الإخوان مع بعض، وأصفر عنها إن الراجل تعب. مش عارفة هل مشاكسة كده مع بعضيهم شباب يعني بيهزروا سوا، ولا كان المفروض يعمل حاجة وما عملهاش، ولا إيه؟ ده اللي هنعرفه. دي بقى نقابة الأطباء. نقابة الأطباء يا سادة طلعت في الأول إنها بتنعي أمين الصندوق بتاع النقابة. عرفتوا بقى فلوسكم راحت فين؟ أمين الصندوق بتاع النقابة الدكتور طبعا، ونعيته. بعدها طبعا بعد بقى الناس اللي ردت والناس اللي مش عاجبها اعتذرت، بس خلاص بصراحة اللي في القلب في القلب يعني. وقالت ايه عن نشر الخبر وفي بيان يوم السبت: نظرا لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه. وتابعت: تعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ. ما هو حضرتك هو مش عضو نقابة، هو عضو جماعة إرهابية، احنا بس للتصحيح. كونه أخذ كونه أنه دكتور وطبيب يعني، ما هو الزواهري كان طبيب برضو، والنقابة دي مطلعة حاجات كتير. أنا بس يعني بقول للناس اللي هي مفروض زمام الأمور في إيديها، أنتوا لسه محتاجين دليل تاني على نقابة الأطباء، ومش بس الأطباء، في نقابات تانية محتاجين أدلة أكتر من كده. الناس دي توجهاتها إيه؟ لسه ما انتوش عارفين الاشتراكات بتاعت نقابة الأطباء بتروح فين؟ الفتافيت بتروح للأطباء، بس في حاجات تانية أكبر بتدعم نشاط الناس دول. بفكركم بس بالأطباء اللي وقت كورونا، وقت ما كانت مصر محتاجة لهم، عملوا إيه؟ وقالوا بيموتونا مش عارف إيه وإيه، وكان فلان نسيته اللي كان بيقولك لما تبقى عندك كورونا خش وكح كده واعطس واعمل واعمل عشان تبقى بتجاهد. ما هم كانوا أطباء برضو، نسيتوا الهيصة اللي اتعملت من الأطباء دول. ما فكرتوش بقى الأطباء دول مين؟ ما فكرتوش كان هم والممرضات اللي امتنعت إنها تعالج الناس، اللي هم مفروض ملائكة الرحمة. ما عرفش ملائكة إيه اللي بالمنظر دول يعني. مع الأسف بعض الأطباء أو اللي هم خريج الأزهر واللي بيبقى يعني داخل بمجموع من إياه اللي انتوا عارفينه، يعني بيطلع لك دكتور فاشل أو دكتور بيوجهك في حتة، لما يروح تروح مريضة لدكتور ويقول لها خلي السيسي ينفعك، لما تروح مريضة ويقول لها معرفش تحجبي ولا اعملي إيه، لما يبقوا أطباء بينادوا بالختان، لما يبقى كل دول انت مستني الدولة إيه؟ مستني علشان يطلعوا شوية ايه؟ ما فيش، مش هيطلعوا دول، مش ده هياخدوك وينزلوا، ده لو عايزين تصلحوها يعني. اتمنى ان الحاجات الصغيرة دي تبين لكم حاجة يعني، لو انتوا عايزين. في معايا صورة والدة الشهيد عمرو ابراهيم بتقول طبعا عن نعي الاطباء للعريان: اسفة يا ابني، لم ينعوك ونعوا من قتلك. عندك حق، ده دي اللي اتكلمت، الباقي طبعا يعني. في نزله الأستاذ الدكتور حسن محمود خيري نقيب الأطباء، نزل أسماء الأعضاء الموافقون ونزل أسماء الأعضاء الرافضون للقرار. يعني فيش داعي إن نقول أسماء، أو دول اللي وافقوا ودول اللي اعترضوا على إن ينزل نعي باسم عصام العريان. طبعا المواقع بتاعه الاخوان بقى والحتت دي اخذت الاولاني اللي هو النعي بتاع النقابه، وهللت بقى شوفوا عملوا ايه، وبينت النوايا بصراحه بتاعتهم يعني. بس هو سؤال بقى في الاخر كده يعني، من اخر الخبر ده: القاده بتوع الاخوان المسلمين اللي في السجون، اللي كل القضايا اللي انا قلتها في اول الخبر دي تخصهم،
بهدلوا مصر ولحد دلوقتي شغالين على ده بالأزرع الخفية بتاعتهم اللي بره السجون. انتوا مستنيين لحد ما يموتوا موتة ربنا؟ مفيش حساب على الأرض؟ انتوا معتمدين على انهم هيتحاسبوا بس في السماء وخلاص؟ ومستنيينهم يموتوا واحد ورا التاني؟ مش عارفة. احيانا بيبقى فيه ظلم لما العدالة بتاخد وقت شوية. هي واخدة وقت قوي، واخدة راحتها قوي، عندنا ناس بنستشعر الحرج عشان نحكم عليه ليهم مش عليهم. ما هم هنستشعر الحرج عشان نحكم ليهم، يجي واحد تاني ما عندوش يعني اي استشعار لاي حرج وبيحكم عليهم. دول بقى الاقباط، الناس اللي هم مش مهمين دول. لكن الكبار دول ياخدوا وقتهم، ياخدوا راحتهم، يتغذوا كفايه نثبت. ولازم نكون ما عندناش حرج ان احنا، واحنا ما عندناش حاجه خالص. طيب خليني هروح للخبر اللي بعده. تعلن الهيئه الوطنيه للانتخابات برئاسه المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمه النقض ان النتيجه النهائيه في 19 اغسطس المقبل، انهم يظهروا يعني نتيجه الانتخابات لمجلس الشيوخ عقب الانتهاء من تسلم نتائج الفرز والاقتراح من اللجان العامه والفصل في جميع التظلمات المقدمه. الهيئه ستعقد اجتماع او مؤتمر صحفي عالمي جميل خالص بتدعو فيه كافه وسائل الاعلام المحليه والاجنبيه لاعلان ما اسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج. والخارج والخارج مش كل الولايات كان عندها فرصة انها تنتخب. انا مش عارفة ليه احنا من الناس دول برضو، انا مش عارفة ليه، وحاولنا نعرف ما عرفناش بصراحة. بهو برضو كورونا ومش كورونا وحاجات كده، بس من حقنا احنا كمان نقول صوتنا، من حقنا نختار برضو. المهم يعني البعض بيقول او ناس قالوا يعني من الكنترول ان ما فيش حد من حزب النور كسب، يعني مجلس الشيوخ بمفهومهم ابو دقن ده لا، هو مجلس شيوخ تاني، مجلس العقلاء، الناس اللي هي بتفكر. بس انا اتمنى ان يكون يعني مش مصاريف زياده، يعني بالله عليكم، يعني هيبقى عربيات تاني لناس تانية، بدلات لناس تانية، حصانه لناس تانية، ما كفايه الاولانيه اللي احنا مش شايفين منهم حاجه. نتمنى ان يكون بدايه طيبه، بدايه قرارات للنظافه. هنشوف، ربنا يدينا ويدي حضراتكم العمر. يعني نيجي الخبر تاني، سد النهضه، تجديد مصري وسوداني على التواصل الى اتفاق ملزم. لسه مفيش اي حاجه يا جماعه، اللي منتظر انه يوصلوا لحاجه يعني مش باين بصراحة. يعني أنا مش عايزة، بس أنا حاسة أن الأخبار كلها غامقة 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 كده، بس هو مش عارفين يعني. بس علشان نوصل الرسالة صح، أثيوبيا شغالة لوحدها خالص، مصر والسودان متكاتفين مع بعض، ويمكن وصلوا دلوقتي أنهم إيد واحدة زي ما بيقولوا. بس هيوصلوا لفين؟ إحنا مفيش أي أخبار بتقول ان اثيوبيا هتتفق، وده استهلاك بس وقت مش اكتر. يعني نتمنى الخير لمصر. يعني علشان اختم خبري للغالية مصر، بنتمنى كل التوفيق ليهم، وبنتمنى النجاح والجمال اللي بيحصل دلوقتي والمشاريع اللي بتتنفذ يديرها اللي يستهلوها، ويديرها اللي فعلا يقدروا قيمة البلد دي. انت جربت نفسك في موضوع زي ليبيا وزي تركيا، وشفت ردود الافعال للناس وقد ايه كره البلد دي. جربت نفسك ان يموت واحد من جماعة ارهابية ونقابة الاطباء تنعيه، في حين انها ما منعتش يعني حد من الولاد اللي كانوا دول سبب في انهم ماتوا. جربت وشفت ردود الأفعال لما قالوا إن أردوغان هو ده الجيش الإسلامي،
جربت وشفت الفتنة من شيوخ سايبهم على شاشات التي في بيصبحونا ويمسونا بحاجات غريبة. مشكلتنا دلوقتي أو المفتي مشغول بإن الكلب نجس ولا مش نجس، وياه خد بقى عندك، ده فلان قال وده فلان أفتى وده بالورق وده بالآيات وده، هو ده اللي احنا مهتمين بيه دلوقتي؟ حد بيقول لي هي الصور الأبيض وأسود دي هترجع تاني؟ تفتكروا؟ هسيبكم انتوا بقى تجاوبوا على السؤال ده. خليني أختم الجزء ده بالغالية مصر بالسلام الجمهوري اللي احنا أو القديم بقى، الحاجة اللي هي الجميلة القديمة بصوت جديد فيها ناس حلوة، فيها ناس بيحبوها، في ناس يتمنوا يموتوا في سبيل ترابها، هم دول الولاد اللي بجد مصريين وليهم كل الاحترام والتقدير. نشوف الكليب ده ونرجع نكمل أخبارنا. تفضل. اسلمي يا مصر إنني الفدا، دي يدي إن مدت الدنيا يدا. ربنا يحفظ مصر من أي شر أو شبه شر. شكرا لمحمد محسن على أنه بيعيد الفن الجميل ده بصوت جديد راقي واعي. ألف ألف شكر ليك يا محمد وبالتوفيق دايما. خليني هروح مع حضراتكم للبلد العربي الجميل، شعبها شعب محب للحياة، شعب راقي، شعب متحضر، لكن مع الأسف حكام وأصحاب قرار محتاجين يتكنسوا كده كلهم لمزبلة التاريخ زي ما بيقولوا. شعب جنى الأمرين من وراء القادة بتوعه، فساد 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 في كل حتة. حقيقي شعب ما يستاهلش أبدا أبدا كل اللي بيحصل له، مش بس لبنان، العراق وسوريا وليبيا كل الدول اللي قالوا عليها الدول الربيع العربي، يعني مع الأسف ما فيش ظهور فتحت على أرضهم أبدا، ما شافوش الربيع ده خالص، ما شافوش غير الخراب والدمار. خبر جديد بيقوله أفادت قناة الجديدة اللبنانية بأن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر هو من قرر سحب بند نيترات الأمينيوم من جدول أعمال المجلس قبل تفجير مرفأ بيروت بأيام، وأشارت إلى أن الأسمر هو أيضا من نصح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب بإلغاء زيارته للمرفأ. هل هو ده السبب أو أحد الأشخاص اللي كان ليهم يد بس ولا غيره؟ نشوف التقرير الصغير ده ونرجع نكمل كلام. الأسمر هو من تسبب بإرجاء زيارة رئيس الحكومة حسان دياب إلى المرفأ بعد تقرير أمن الدولة، أي أن استخفاف اللواء محمود الأسمر أخر تحرك السلطات وتسبب بما وصلنا إليه من خسارة بشرية ومادية، وهو ما على القضاء أخذه بالاعتبار. حاجات كتير وهنسمع تحليلات كتير وهنسمع فيديوهات كتير وهنشوف، يمكن شفنا فيديوهات لناس في الفترة الأخيرة، الكاميرات اللي كانت موجودة في البيوت والمستشفيات والمحلات اللي كانت قريبة من مرفأ بيروت، قد إيه مدى الخراب اللي حصل فيهم، والناس الكتير اللي ماتت، والناس اللي أكتر وأكتر واتصابت، والناس اللي أكتر وأكتر وأكتر بيوتها اتدمرت وشقى السنين راح. هجرتم اللبنانيين من بلادهم، حتى اللي موجودين وفضلوا باقيين على أرض وطنهم مش قادرين يعيشوا في مأمن بسببكم، بسبب أطماعكم. كفاية كده بقى على الشعب ده، لأن انتم هلكتوهم بصراحة. طبعا في مظاهرات كتير في لبنان، وفي ناس ماتت وفي ناس اتصابت وفي ناس مش عارفة الحياة هتكون ازاي بعدين على أرض البلد دي. نيجي زي ما بيقولوا وشهد شاهد من أهلها، سلاح حزب الله دمر بيروت. الكلام ده بيقوله مين؟ الأمين العام السابق لحزب الله صبحي الطفيلي في لبنان، وحاول تأثير سلاح الميليشيات على الدول ومنها العراق. الراجل ده طلع وقال اللي هنسمعه في الفيديو ده دلوقتي واللي قلته لحضراتكم،
وحزب الله على فكرة ليه يد في هذا الأمر، برغم أنه طلع بريء خالص وطلع قال لك لا ما فيش وإحنا ما نعرفش وما نسمعش، وفي حين أنه ليه فيديوهات بيقول لك حط إيه على إيه تطلع إيه، أهي طلعت إيه وإيه كمان. نشوف الفيديو سوا. تفضل. فوق رئيس الجمهورية أمين عام حزب الله، فوق رئيس المجلس النيابي أمين عام حزب الله. إذن هو الأساس، هو لازم يتحاكم أولا كلبناني ومن ورائه خامنائي. هو قال لك إن حزب إن إيران لبنان تبع إيران، هو طلع وقال كده حسن نصر الله مكمل، هي إيران اللي بتدير الموضوع، بس فسادكم أخذ أرواح ناس كتير ملهاش ذنب بريئة. طبعا ده ما يشغلكمش ولا يفرق معاكم، اللي يفرق ان الكلمة كلمتنا والشورة شورتنا، اللي يفرق ان يدير الدولة دي والناس الكيوت اللي قاعدة على الكراسي اللي هي بس صورة ليه ويهمهم في ايه هم الشعب ولا حاجة. هو بياخد فلوسه والناس جعانة مش مهم، مرتبه ماشي وحوافزه ماشية وقبضنا الشهر ده ولا ما قبضناش اهو مش فاكرين اهو ناخد وخلاص كده، طالما الكروش مليانة بالنسبة للقيادات الكبيرة يتفلق الشعب بقى يموت إيه اللي هيجرى، عندنا منه كتير وكله باسم الدين وكله زي ما الشرع بيقول والشريعة بتقول، وبتبقوا يعني حاسين ان انتوا هتصعدوا وهتنوروا من الكلام اللي بتقولوه عن ربنا، لكن من جواكم ظلمة ظلمة فساد فساد في فساد. ربنا يحمي الشعب ده وكل الشعوب العربية من غدر حكام الشعوب العربية. أمين. جاوب معانا على الفيسبوك مدام عايدة، ألف ألف شكر يا مدام عايدة، ومش عارفة أنا قلت مدام ميري بنوب بقولها تاني، ألف ألف شكر. نيجي للسعودية في التطور بتاعها وبتثمر كل يوم والتاني بصراحة إنجازات، يعني عينت السعودية 10 نساء في مواقع قيادية في رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكة والمدينة. برافو السعودية، برافو السعودية، عاملة شغل. وطبعا بيقال يعني انها في 2019 عينت 1.03 مليون من السيدات وبس في الفصل الثالث يعني، وكان بس في 2015 كان 816 سيدة، يعني مليون وأكتر في تلت سنة 2019 مقابل 800 وشوية في 2015. طبعا دي خطتهم بتاعة 2030. يا ترى مين يعيش؟ محدش عارف بعد ما 2020 اللي عاملاه فينا لحد دلوقتي يعني. خلينا بقى ايه نختم بالاخبار الخفيفه بقى كفايه كده يعني. اول فندق مطلي بالذهب في العالم استغرق بناؤه 11 عام كان موجود في فيتنام. في شعوب وقفت على رجليها وبنت نفسها من اول وجديد، يعني اكتر دليل قدامنا اليابان ب 75 سنه على الحرب العالميه الثانيه كانوا من فتره يعني بيحتفلوا بيها بعد قنبلة هيروشيما اللي كانوا قالوا انها متزامنة بتاريخها مع مرفق بيروت، والناس احسن اقتصاد في العالم واول تكنولوجيا في العالم واول واول واول، في ناس بتبني روحها. لا دين بقى ولا عمة ولا نخش برجلنا اليمين ولا الكلب نجس ولا مش نجس، كل ده ما يعرفوهوش. هتتطور نتطور، لكن ابو بقى اللي بيفكر بالشكل ده هو مستني الناس دي تتطور وهو يستعمل التطور بتاعهم. شيم عليكم بصراحة. خلينا نشوف معاكم الفيديو الجميل ده، ناس معها فلوس نشوفه سوا. لما 11 سنة بيبدو في الجمال ده شيء كويس، شيء كويس. مبروك لفيتنام الدولة اللي اتبهدلت من أمريكا كانت يعني في وقتها، لكن عرفت تعمل سياحة وعرفت تجيب الناس وعرفت تجيب اللي يقدر يدفع المينيمم 250 جنيه استرليني في الليلة، عرفت تعمل ده يعني، بالتوفيق لفيتنام. هنرجع لدبي في موجة الحر بقى اللي احنا فيها شوية دي،
ومع الأسف الحر ده عامل مشاكل هنا في كاليفورنيا. ربنا يحميكم يا رب، لأن في حرائق كتير في بعض المناطق في كاليفورنيا. ربنا يحمي الكل ويحافظ عليكم. لكن دبي كان ليها رأي تاني، شافت إنها لازم زي ما بترفه عن الناس ترفه عن الكلاب. عملت لهم مركز مائي كبير وناس مخصوص تشتغل في المركز ده علشان ترفه على الكلاب وتلعبها. نشوف الفيديو الصغنن ده ونرجع نكمل كلام. تفضل. عايشين حياة زي ما قالت كده. يعني برافو برافو دبي. في احد الاحباء نزلوا 3D من معبد الاقصر، وقالوا ان ده شكله بالالوان بالحاجات اللي هم مع اختلاف البعض بانهم دي مش تاريخيه بعض الصور يعني، لكن في جمال في الموضوع، في تعب في الفيديو اللي هنشوفه سوا، يفكرك بالحضارة اللي كل العالم كله بيقف احترام ليها. في ناس لحد دلوقتي ما قدرتش تفهم الناس دي عملوها ازاي، لدرجة لما طلعوا اليومين اللي فاتوا وقال لك ده من الفضاء الخارجي هم اللي بنوا الأهرامات، ما هم أصلا مش مستوعبين ان الأحفاد اللي موجودين دلوقتي أجدادهم اللي بنوا ده. يعني عارف انت لما تكون حاجة القديم بيطور بيطور بيطور، لكن احنا ما بنطورش، يعني احنا نازلين كده. ويمكن كانت عايدي جابت لكم التمثال اياه بتاع الست اللي هي متضايقه دي والرخام، حتى تحس ان خساره حته الرخام اللي اتعملت دي، كانت عملت سلمين يعني درجتين في السلم افضل. خليني اشوف حضراتكم الجمال بتاعنا بتاع الفراعنه ومعبد المعبد الاقصر الجميل ده بالالوان التاريخ والألوان، يعني زي ما هم عاملينه 3D. نشوفه سوا. تفضل. جميلة مصر، وشكرا للي تعب وعمل الفيديو الجميل ده. حابة أكد كمان، دي برضو مفاجأة من المفاجآت اللي قلت حركم عليها، ودي آخر مفاجأة النهاردة بقى. إن شاء الله ما تكونش الأخير على شاشة سيسات، ومفاجآتنا كتير لأحبائنا اللي بيشاهدونا وبيشوفونا. بنتمنى نقدم لكم كل شيء جديد وكل شيء بيساعدكم. القناة بإذن يسوع يوم السبت 28 أغسطس، السبت 28 أغسطس، وهنعلن برضو عنها تباعا على شاشتنا، هتعرض فيلم ابن دموحة القديس أغسطينوس. كنا عرضناه قبل كده بس هنعرضه لحضراتكم مرة تانية. في أحباء كتير كانوا طالبين يشوفوه تاني وطالبين نبعته لهم، بس احنا واخدين برميشن بس لعرضه على شاشة سيسات من الناس المنتجة للفيلم. تابعونا وشوفونا. هو الفيلم هيتذاع يوم 28 أغسطس زي ما قلت لحضراتكم، الساعة 8:30 صباحا والساعة 9 مساء في نفس اليوم، دي المواعيد بتاعته. 8:30 صباحا، 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 9 مساء، معلش لو نحطها تاني بعد إذنك يا سامر، الساعة 9 مساء بتوقيت كاليفورنيا، الساعة 6 الصبح بتوقيت القاهرة الحد. نتمنى انكم تتابعونا وتشوفوا الفيلم على شاشة سيسات. ربنا يبارككم ويبارك الخدام اللي عملوا الفيلم ده ويبارك الناس كلها. في حاجة هنبتديها مع حضراتكم زي ما عودناكم كل سنة، وهي شنطة المدارس. شنطة المدارس احنا مفروض مصر، وطبعا ده بالنسبة لمصر، زي ما عودناهم في كل دخلة مدارس، اللي عنده مشكلة في المصاريف، اللي عنده مشكلة في الكتب، اللي عنده مشكلة في الشنطة نفسها الباك باك بتاعته، اللي عنده مشكلة في اللبس علشان الجامعة وعشان وعشان، هم دخلوا أو يعني هيدخلوا، احنا يمكن عندنا لسه في كلام هنا. فزي ما عودنا الناس دول من سنين واحنا معاكم واحنا معاهم، اللي يقدر يكون ليه مساعدة بسيطة علشان خاطر محدش يحس انه اقل من غيره وهو داخل المدرسة، محدش يتعاير انه مش قادر يدفع المصاريف،
ولادنا غاليين علينا هناك، واللي يقدر يعمل حاجة ربنا يبارككم بجد. ناس كتير طلبوا مني ان انا ازيع تاني الحلقة بتاعة ملكة او بنتها يعني، والجهاز والحاجات اللي جات علشان توري الناس ان الفرحة بتاعتها والبركة اللي جات ليها وشكرها لكل حد عمل ده، لانها فرحتهم قوي بالامر ده. انا هسيب حضراتكم معاها مع الحلقه البركه او يعني الجزء الخاص بالجهاز الجميل اللي راح لبنت ملكه، ونتمنى ان الصلوات والدعوات اللي طلعت منهم ومن قلوبهم توصل ويعني تكون من نصيبكم يعني. بالنسبه لحاله عم سمير، احنا ماشيين في الاجراءات معاه، في جهاز تعويضي عشان هو كان عنده رجل واحده بس، فهنشوف الدكتور والعلاج بتاعه والجهاز التعويضي هيبقى جاهز امتى. قصرت القلب والعمليه بتاعته ان شاء الله باذن يسوع قريب قوي هنسمع اخبار كويسه. ما تقلقوش، ان شاء الله باذن يسوع هنسمع اخبار كويسه عنه قريب جدا جدا يعني. نشوف بقى مين اللي كسب. الهدايا طبعا هي السبحة، وفي شرب مناولة ومنديل مناولة من الأراضي المقدسة. وبأكد تاني على كتاب هوامش الفتح العربي لمصر، اللي حابب يبعت لنا على رقم الفايبر، معلش نحط رقم التليفون بعد إذنك يا أسامة على الشاشة، ابعتوا لنا تكست بالعنوان بعد إذنكم على الرقم اللي هيظهر دلوقتي على 657-464-0062. بليز ابعتوا لنا على الفايبر، لان الرقم اللي فوق ارضي مش هتيجي عليه اي رساله. ابعتوا لنا الادرس واحنا هنبعت لكم الكتاب على العنوان. كمان في بعتنا بريد لحضراتكم علشان صوم العذراء. كل سنه وحضراتكم طيبين، وفي صوره جميله كمان للعذراء اللي عايزها. هو اسامه بقى حط الاجابه اهو، هو الاجابه زي ما حضراتكم قلتوها. و يعني أنا بشكر كتير كتير من الأحباء، أنا خايفة بس أكون نسيت أسماء. ربنا يبارك حياتكم ويستخدمكم دايما لمجد اسمه. اللي جاوب أغابي، أغابي جاوبت على الفيسبوك، ألف ألف مبروك حبيبتي، سعيدة بمشاركتك معانا النهاردة كمان، وبتمنى نسمع عنكم دايما دايما كل خير. كل أحبائي ومشاهدي قناة سيسات ومشاهدي برنامج بيني وبينكم، ربنا يبارككم ويفرح قلوبكم دايما دايما، وإن شاء الله يا رب تكون الأيام اللي جاية بخير. نصلي من أجل بعض ونصلي من أجل القناة إن ربنا يستخدمها أكتر وأكتر. وبنكرر تاني بليز اللي مش شايفنا على تردد النايل سات يبلغنا ويقول لنا. الناس كتير بيقولوا شايفيننا وكلير والصورة كويسة، اللي عنده بقى مشكلة هو بليز اللي يكلمنا أو يتواصل مع أي حد من أصدقائه يقدر بالظبط. أي حد تكنيشن فعلا بيقولوا لي في الكنترول روم، أي حد تكنيشن يقدر يظبط لك التردد الجديد. احنا بنحاول على قد ما نقدر إنه يكون أحسن، يغطي أكتر أكتر يعني، ناس تشوفنا أكتر وأكتر. نتمنى إن احنا نكون عند حسن ظنكم دايما وباستمرار. افتقدت هايدي جدا طبعا النهارده، ان شاء الله باذن يسوع تكون موجوده ومنوره مكانها الاسبوع اللي جاي. بنحبكم كتير، صلوا من اجلنا، صلي من اجل مصر وامريكا والعالم كله. بليز اعملوا تسجيل علشان الانتخابات من فضلكم، الانتخابات الامريكيه من فضلكم من فضلكم. اللي عنده مشكله بكرر تاني كلمني وانا هساعده. يسوع يبارك حياتكم ويستخدمكم لمجد اسمه، نشوفكم على خير، ومصر الغاليه والعالم كله بخير. تصبحوا على خير. مساء الخير، النهارده معانا ومعاكم على قناه تكسات وبرنامج اولاد الملك، حاله جديده من حالاتنا، حاله عندها حكايه وعندها مشكله، حكايتها ومشكلتها هنسمعها ونساعدها. احنا بنرحب بيكي، نتعرف عليكي. اسمي ملكه. ست ملكه، ايه المشكله؟ المشكله اللي انا معايا جوزي شايل كليه، وكان معايا بنتين وواحده اتجوزت
والتانية لسه ومش عارفة أعمل لها إيه. طب بنتك التانية العروسة دي أنت كده محتاجة تجهزيها. محتاجة أجهزها ومش عارفة أعمل لها إيه. طيب وين المشكلة التانية اللي قلت عليها؟ اللي في ناس تحت كان في ناس زينا كده وحولوها لحاجة تاني ليهم يعني احنا كنا كانت مسيحية وحولوها لزي بقى زي يعني في أسرة موجودة معاكي في نفس البيت؟ في نفس البيت اللي أنا فيه. كانت أسرة مسيحية وحولوها لدينة تانية. طيب ايه مشكلتك انت معاهم؟ عاوزين ياخدوا مني البيت ويعملوا معايا كده. مساء الخير اعزائي مشاهدين برنامج اولاد الملك. النهارده من خلال برنامجنا من خلالكم من خلال كل اخواتنا وكل ابطالنا وكل حبايبنا اللي بجد في قلوبهم فرحه ورحمه اللي بجد في قلوبهم محبه اللي بجد عارفين امتى العطاء وامتى قد ايه ان انا ممكن افرح اسره كامله. احنا معانا الزياره الثانيه لمدام ملكه. طبعا كلنا كنا عارفين قصتها انها عندها بنت وعايزه تجوزها من كتر الضغطات والضغط عليها والقصه اللي احنا عارفينها. كان ناقص لقطة النوم والمطبخ وشويه فرش بتاعت العروسه كلنا عارفين طبعا. النهارده ربنا كرمنا وجينا لها وبنقول لها الف مبروك وربنا سمع صوتك. تحبي تقولي لنا الف الف مبروك قوي وفرحت ان انتوا جبتوا لي حاجه بنتي واشكركم قوي. فرحانه النهارده؟ فرحانه قوي. تحبي تقولي ايه النهارده للناس الناس النهارده اللي طبعت لك بالحاجه؟ قولي لهم ايه؟ ربنا يخليهم ويوسع عليهم ويكرمهم باذن الله. تحبي تقولي ايه القناه؟ تحبي تقولي القناه النهارده الناس القناه تحب تقولي الناس اللي عايزه تبرع لحد ويقولوا ان الحاجه ممكن ما تعجبش الناس تقول لهم ايه؟ اللي يجيبوه كله حلو ربنا يبارك لهم في صحتهم وفي عافيتهم وربنا يكرمهم ان شاء الله. وانا فرحانه جدا جدا والف الف شكرا. احنا فرحانين على فرحك. طبعا احنا معانا مس ميري. طبعا زي زغاريط مس ميري النهارده تحب تقولي النهارده للقناه وللبرنامج فرحتك النهارده؟ انا بقول لكم كل سنه طيبين اولا وبشكر الناس اللي بشكر الناس اللي اتبرعت بالحاجة وكتر ألف خيركم وتعيشوا وتتفرحوا قلوب الناس المحتاجة ومش عارفة أوصفلكم الفرحة قد إيه إن إحنا فرحانين كلنا بالحاجة اللي أنتوا جبتوها وربنا يسعد كل واحد وربنا يقدر كل واحد وربنا يعوضكم ألف خير يا رب. طبعا زغاريط وفرح اللي صنع الفرحة دي أنتوا اللي صنع الفرحة دي أنتوا أنتوا اللي قدرتوا النهاردة تستروا بنت فرحوا أسرة. زغاريط وفرحة معانا زغاريط وفرحة بيكم انتوا. الفرحة مش فرحة الاهل بس والناس اللي هنا فرحتنا احنا كمان كخدام احنا كخدام زي ما احنا شايفين الفرحة مش هاممهم كاميرا مش هاممهم اي حاجة الناس فرحانة ومبسوطة. الفرحة دي انتوا اللي عملتوها. انا بشكر ربنا اني بيحطيني في مكان زي كده واحس بالفرحة دي من خلالكم انتوا انتوا اللي بتسعدوا الناس وانتوا اللي بتفرحوا الناس. اعزائي المشاهدين برنامج اولاد الملك وقناه كوبتكسات انا بشكركم بشكر كل واحد حتى لو بقلبه مش اتبرع فرح. كل جنيه انت ممكن تحطه تبرع بيه لحاله انت تقدر تبني بيت جديد. انا بشكركم بشكر محبكم وبختم معاكم على احلى زغروطه. Thank you.